عايز اسالك سؤال قبل ما تروح لحاجه تانية. اتفضل. قبل ما تروح بعد الكبده، انا عارف ان انت علاقتك بالكوره زي انا علاقتي بالطبخ، صح كده؟ حلو. ما تقوليش مين بيلعب مع مين عشان ده سؤال محرج. لا مش هسالك انت بتشجع مين. السؤال اللي هو الشهير، بتشجع مصر؟ بتشجع منتخب مصر. منتخب مصر طلع يلعب. انا عايز بس مين يعني من اللعيبه بتاعت زمان انت كنت بتحبه جدا؟ منتخب مصر كابتن حسن حازم ده حبيبي. بتحبه لاعب ومدرب ولا لاعب؟ كل لاعب ومدرب، واقعد معاه واتحدث معاه كل جميل. جميل المعلم يعني. من احسن الشخصيات طبعا، كابتن كبير طبعا، كابتن شوبير كابتن، هو كمان على المستوى الشخصي اعرفهم. فحبايبي دول حبايبك. وشفتهم هم بيلعبوا طبعا، وحضرت لهم ماتشات كتير. عدى عليك ماتشات في اوروبا ولا ما عداش عليك؟ ما عداش عليك اللعيبه؟ حاضر. ما اقولش يعني يا سيدي. حاضر. ايه ما اقولش ده الدنيا كلها عارفاهم يعني. ما عندكش لعيبه في اوروبا طبعا؟ كلنا هنقول لك ده لما بنعمل حاجه، يقول لك ايه يا عم ميسي انت. يعني مثلا يقول لك انت ميسي في السمك يعني. ميسي يعني لعيب حريف. احلى واحد يعمل سمك، احلى فيها بيتاخد الالفاظ دي. انما ابو صلاح طبعا ده الكينج بتاعي طبعا. طبعا صلاح مكسر الدنيا يعني. حضرت لقاء للكابتن صلاح. عجبني التعبير عنه، بيقول لك انا قبل ما بجيب الجون برسمه. ايوه نفس القصه. الموضوع في المطبخ في طبعا. يعني الكبده قبل انا ما اعمل التركايه ديت للامانه كريم والله انا برسمها في خيالي. يعني مش بحط كده الله لا مش تكمل وخلاص. لا 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 اللي هو زود حاجات. الزبده هنا لها قوام، بتدي طعامه، بتلاقي فاهم انت الجو. يبقى كل حاجه لها حاجه. عشان الناس بتفتكر ان الطبخ دوت اللي هو انت بتحط شويه مكونات وخلاص. لا لا لازم تكون دارس الخبره. دي مش خبره يوم بليله يا غالي. لا لا هايل. موضوع يعني قصه هايل.